السلام عليكم الاخوان اخوات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون فيديو مهم ومهم جدا، نشرحوا فيه بعض المعطيات. خليكم معايا. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر على هذا الموضوع، هذا ديال واش بصح كما كيقولوا بزاف ديال الناس اللي عايشين في ميريكان، واش ميريكان ما فيها ما يدع، واش ميريكان ولات صعيبه، واش ميريكان ما فيهاش الفلوس، واش ميريكان كتعيش باش تخلص الضرائب وباش تاكل وتشرب وتخلص الكرا، هذا سيت ما كتشيط والو، ما كتجمع والو، ما كتسيفي والو، ما كدير والو. اللي بغيت يعني غادي نقسم لكم النوعيه ديال الاشخاص تقريبا على ثلاثه الانواع ديال الاشخاص اللي كاينين في ميريكان. كاين واحد الفئه كتقول لك ما كاين ما يدار في ميريكان، ميريكان راه صعيبه، ميريكان هادي، ميريكان هادي، فعلا هو كيقولها عن قناعه مقتنع بها وما كيكذبش، ولكن كيهضر من خلال التجربه ديالو هو. يعني هو مثلا يعني التجربه ديالو كانت فاشله تقريبا، ممكن نقولوا عليها تجربه فاشله، كيسقط على ميريكان كامله، يعني ميريكان كامله كيقول لك راه ما بقى فيها ما يدار، وميريكان راه صعيبه والضرائب وهنا وليه والكرا، وفعلا راه كاين الكرا، كاين الطاكس، كاين 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 الماكله، كاين المصاريف، ولكن ما كيعنيش هذا الشيء ان ميريكان ما كاين فيها ما يدار، راه كاين الفرق. فهمتي؟ يعني هذا كيهضر من خلال التجربه ديالو، كيقول لك اودي ميريكان ما فيها ما يدار وهنا وليه والقضيه صعابت، وبنادم كيعيشها باش يخلص الكرا ديالو، وبنادم كيعيشها باش ياكل ويشرب وما يشيط والو، الا جاب هاد التعادل ما يقولها حتى واحد. فعلا كاين هاد الفئه هادي، ولكن كما قلت لكم كيهضر من خلال التجربه الشخصيه ديالو، ولكن مع الاسف كيعممها على ميريكان كامله، وكيعمم على الناس الاخرين كاملين باللي حتى هما راه خصهم يقولوا ديك الهضره ديال ان ما كاين ما يدار في ميريكان، وهذا خطا وهذا غلط. يعني ميريكان راه مايمكنش ليك مايمكنش انت تسقط التجربه ديالك الشخصيه كفلان كانا ولا كواحد اخر ولا كاكس ولا كايكريك ان هذيك التجربه هي ميريكان. فهمتي؟ سواء كانت ناجحه سواء كانت فاشله. مثلا انا مثلا ما درت والو، مثلا ما درت والو في ميريكان، ضربت مثلا 10 سنين ولا هذاك، ما درت حتى لعبه، ما عندي والو، ما جمعت والو، ما شريت حتى حاجه، ما درت والو، وغنجي غنقول لك راه امريكان ما فيها ما يدار، راه امريكان صعيبه، راه امريكان طاكس، راه هادي، راه ما غدير والو، بحال المغرب بحال تما، راه ما يمكنش. يعني ما كيتخاضوش الامور بهذه الطريقه. تجربه شخصيه ديال الانسان ما كتعنيش الدوله كامله، وما كتعنيش المجتمع كامل، وما كتعنيش الناس الاخرين. يعني هذيك التجربه ديالك الشخصيه، حتى اللي بغيتي تهضر قول عن كنهضر من التجربه ديالي الشخصيه، انا فلان بن فلان راه ما درت والو في ميريكان مثلا. كنقدروا يعني نتفقوا معك في هذا الطرح هذا، ولكن انك التجربه ديالك الفاشله مثلا تسقط على الدوله كامله راه ما يمكنش. كاينه واحد الفئه اخرى، كاينه واحد الفئه اخرى فيها الحسد، باش نكون واقعيين فيها الحسد، فيها الحسد، ما بغاتكش انك تجي لميريكان، وما بغاتكش انك تمشي لكندا، وما بغاتكش انك تمشي لاوروبا، بغاتك تبقى في المغرب بكل بساطه، باش نحط الامور في الخانه ديالها. كتسمع شي واحد مثلا كيفكر عنده واحد الخطه، واحد البلان انه يجي لميريكان، ولا انه مثلا جاي لميريكان، ولا كتجي هاد الفئه هادي كتقول لك لا وميريكان كاين ما يدير، واش غدير في ميريكان، غادي تكرفاس وغادي دير وغتفعل وفلوس كامله تخسرهم في الطاكس وهادي يعني سمحوا لي كاين صداع، رجعت لكم الاخوان، سمحوا لي كان الصداع ديال لومبيلونس ما غتسمعونيش مزيان. المهم هاد الفئه كتكون حاسده حاقده، ما كتبغيكش انت تجي، ما كتبغيكش انك تصطب، ما كتبغيكش انك بحال تقول ميريكان ديالو هو، يعني جا ليها مثلا مستقر فيها صافي ميريكان ديالو، يعني ما خصش شي واحد اخر يجي بحال غيزاحمو. فهمتي؟
بحال تقول هو غيجي لي لدارو يعني غيدخل لبيتو، هذاك اللي غيجي غيدخل لبيتو غينعس حداه غيديرونجيه. كاين هاد الفئه هادي، يعني الفئه الاولى كتهضر من خلال التجربه ديالها الشخصيه ومن المنطلق ديال ديال ديالها هي كيفاش دوز هاد الحياه ديالها. وكاين هاد الفئه هادي اللي حاقده، حاسدك ما بغاتكش انك تجي، ما باغاكش انك تجي لميريكان تو سامبلومون، ما بغاتكش ما مصروطاش لي انك انت تجي لميريكان صافي، يعني ما على بالوش. هو ماشي كيقول لك هكاك زعما كيخاف عليك انك تجي تكرفاص ولا لا، هو ما بغاكش تجي من الاخر، ما بغاكش تجي. اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو ان ما كاينش شي حاجه سميتها ما كاين ما يدار في شي بلاد، باش نكونوا واقعيين. كل واحد كيفاش الحياه ديالو غتكون في ديك البلاد. كاين اللي غيمشي مزيان، غيمشي بيس، غيمشي مزيان، يدير الفلوس يقدر يديرها في عام عامين ثلاث سنين يهرب رزقه، يعني ما كاينش شي معيار غادي تمشي عليه، يعني الرزق وكيفاش سير هذاك السيد، كيفاش سير لابيريود اللي عاش في ديك البلاد، كيفاش سيرها، كيفاش مشى اورغانيزا الاهداف ديالو، كيفاش قاد خطط ديال الحياه ديالو من هنا لعام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 10 سنين، كيفاش مشى مع الحياه، كيفاش تجنب البليه، كيفاش ما مشاش لديك الطريق ديال البليه وديال الشراب وديال الزهو وديال النشاط وديال الاسراف وديال هذا، كيفاش عرف يورغانيزي لا سيتوياسيون فينانسييل ديالو. يعني هاد الامور كاملين كيخليو انه ينجح، يعني ماشي حين تنجح حين امريكا غتهزو، يعني غتطلع امريكا غتعاونك فيها ارض خصبه انك توصل الاهداف ديالك. هذا ما كيعنيش انك غتجلس غتنعس وغتقول واه امريكان ما دارت ليا والو، امريكان ما فيها ما يدار، اش هاد البلاد هادي امريكان ما بلاد ما تلعبها، راه ما يمكنش، راه ما كيتخادوش الامور بهاد السطحيه هادي. خاصك تحرك تموفي تخطط وتطبق باش توصل الاهداف ديالك، فهمتي؟ يعني هادشي اللي بتوصل لكم في هاد الفيديو، ان ما تسمعش البنادم، سواء اللي غيقول لك مزيان سواء انا ما تسمعش ليا، سير اخويا جرب، فهمتي؟ انا جرب طلع الميريكان فين ما جاتك الفرصه، وديك الفرصه انت من دماغك كتقارنها مع الحياه ديالك في المغرب. مثلا الحياه ديالك في المغرب كتشد واحد الصالير كبير، مثلا ساكن في دارك مثلا بخير بيس كتدخل الفلوس، هو هذاك راه هو هذاك، راه مزيان الحياه ديالك، راه ما فيها حتى شي مشكل. تقدر تجي لميريكا تسرقل وتمشي في حالك، تخسر رزقك وتمشي في حالك، فهمتي؟ كنتي في المغرب يعني الصالير ضعيف ولا متوسط، ما كيدير لك والو، يعني 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 ما عندكش شي حاجه غادي تخسرها، فهمتي؟ جي اخويا عندك شي فرصه انك تجرب شي حاجه اخرى، تغرب وتجرب حوايج اخرين وطونتي لا شونس ديالك، سير اخويا الله يسهل عليك، توكل على الله فقط. ما تسمعش البنادم لا امريكا ما فيها ما يدار، لا الانجليز ما فيها ما يدار، لا كندا ما فيها ما يدار، لا فرنسا ما فيها ما يدار، لا الالمان ما فيها ما يدار، لا هنا ما فيها ما يدار. راه الا كتسمع البنادم راه هذاك الخطاب خطاب، راه خطاب سام هذاك. شي واحد الا قال لك انت كنتي داير واحد لو بلونجا، واحد قال لك لا اش دير تما ولا ما كاين ما يدار ولا طلع لتما غتكرفص، راه هذا خطاب سام، هذا خطاب سام، ما خصكش تسمعو كاع، لانه واخا يكون عندك شي حلم ديرو غتسمع هذا الخطاب هذا. الا كنتي عندك شخصيه يعني مهزوزه كتسمع هذا الخطاب كتقول اه عنده الحق، راه مشيت نتكرفص على الناس في الزنقه، غنبرد الشتاء الثلج، يعني مغرب على والديا وما عارفش انا شنو غنلقى تما، نقدر ما نولفش، نقدر وكتولي انت داخل في واحد المرحله ديال الشك وديال المرض وديال، يعني صافي تقررتي انك تسافر تهاجر صافي سالينا صافي، ما تسمع حتى واحد، جرب انت اكتشف داكشي لراسك. يعني هذاك اللي قال لك ما فيها ما يدار، وهذاك اللي قال لك فيها ما يدار، حتى واحد ما تسمع ليه،
باش نجيك صريح حتى واحد، انت جاتك فرصه ما تسول حتى واحد، هز الباليزه ديالك اخويا، قطع التيكيت ديال الطياره ديالك وسير اخويا للوجهه ديالك، الله يسهل عليك، فهمتي؟ انت 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 عيش ديك التجربه، هذا الشيء اللي بغيت نوصل لك في هذا الفيديو. عيشها بالسلبيات ديالها وبالايجابيات ديالها، فهمتي؟ جاتك انك تنعس في الزنقه، نعاس في الزنقه ما كاينش مشكل، تكرفص دير طلع هبط تيتقدوا الامور ديالك، يعني راه اني واي راه الامور ديالك غيتقدوا غيتقدوا، ما كاينش شي حاجه ثابته، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تبقى ديما مكرفص، فهمتي؟ حيت انا سمعت هذا الخطاب بزاف ديال المرات، وسمعته انا قبل ما نجي لميريكان، وسمعت ديما كنسمعو ديما، يعني راه كنهضر لك الي بوك كنسمع هاد الهضره هادي ديال ما كاين ما يدار، وسمعناها من ناس قراب، وسمعنا حيت يعني ببساطه ما بنادم كيشوفك انت عندك واحد الهدف، كيشوفك انت عندك واحد الطموح في الحياه، حتى داك الطموح كيحسدك عليه، ما كيبغيكش انك تكون طموح، فهمتي؟ كيبغيك انت تكون بحالو، يعني فاشل صافي مدمر، خاص حتى انت تكون مدمر، ما عندكش هدف في الحياه، حتى انت خاص تكون ما عندكش هدف في الحياه، باغي تغير حياتك الافضل، لا خاصك تبقى انت كيما انت، تبقى نتايا في البلاصه ديالك، ما كدير والو، خاصك تبقى ما كدير والو، مشومر خاصك تبقى مشومر، فهمتي؟ هذا هو البروبليم، يعني الانسان الا عنده هدف خاص صافي غنهاجر صافي وغنتحمل كاع العواقب اللي غادي نلقى، يعني لقيت الحياه مزيانه داكشي اللي بغينا، يا سلام الله يسهل عليك، سير 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 كمل في طريقك وكمل في الحياه ديالك، الله يسهل عليك، لقيتي الصعوبات، لقيتي المشاكل، لقيتي يعني حوايج خايبين، هذا الشيء ما كيعنيش ان البلاد خايبه، هذا الشيء كيعني انك انت في البدايه لقيتي العوائق في البدايه فقط، من بعد راه كيبان النور كما كيقولوا، يعني راه النور ديما كيبان لك، غير يقدر يكون بعيد، يقدر يكون قريب، يقدر يكون حداك، فهمتي؟ على حسب كل واحد وكيفاش، فهمتي البلان؟ كنعرف انا بزاف مثلا جاو ما لقاوش مثلا المستضيف، ما استضفهمش في الاول، يعني جا ما لقاش المستضيف ولا خلاه حتى الاخر وما دار معاه والو، قال لي اسمح لي راه ما غنستقبلكش مثلا، ولكن جا دبر هنا لهيت، تقاتل مع الوقت، طاح ناض، وقف راسو براسو، يعني وقف راسو براسو، ما عاونو حتى واحد، وراه مشى بعيد، يعني مشاو بعيد، يعني فهمتي؟ حيت راه المستضيف، باش ندخلو لهاد النقطة ديال المستضيف الإخوان، المستضيف راه ما كيعنيش أن صافي راه غايدير لي كلشي المستضيف، راه المستضيف راه حتى هو عندو الحياة ديالو، فهمتي؟ راه إلا استقبلك هو راه دار معاك غير مزيان، راه بليزير منه فقط، اما حتى هو راه عنده الحياه ديالو، يعني راه ما غيبقاش هو وحداك مثلا، قولوا جيتي انت عنده، جابك لدارو مثلا، جلستي عنده في دارو، راه ما يبقاش هو تابعك، يلا هنا نديك هنا، ندفع لك هادي، نقاد لك هادي، يقدر يمشي معاك في شي حوايج، ولكن راه ما يقدرش يبقى معاك ديما، فهمتي البلان؟ يعني هاد القضيه ديال المستضيف، حاول الانسان قبل ما يجي لميريكان، قبل ما يجي مشي قرا اللغه، تكون عندك على الاقل هي لا باز ديال اللغه، ما كنهضرش انا تكون كطير في اللغه الانجليزيه، فهمتي؟ لا باز، يعني كيفاش تسول وكيفاش مثلا تطلب شي حاجه بيتيها، فهمتي؟ يعني تمشي مثلا شي اداره، تحاول انك تدير طلب، انك تفتح كونت مثلا في البنكه، انك يكون عندك داكشي غير بسيط، فهمتي؟ ما تحتاج شي لغه هاربه، فهمتي؟ يعني يكون عندك لا باس ديال لونغلي فقط، لا باس باش غتقدر تحرك، فهمتي البلان؟ باش ملي تجي ما تقلش عليه، يعني هو دار معاك مزيان، الله يرحم ليه الوالدين، جلستي عندو معزز مكرم، كتمشي كتقضي، تقدر هو مثلا في تليفون يقضيك غرض في تليفون، حيت هنا راه تليفون تقدر تقضي به غرض، يعني ما تحتاج انك اي حاجه خصك تمشي ليها، فهمتي؟ هنا تليفون تقدر تقضي به الاغلبيه ديال الاغراض ديالك، يعني تليفون هنا تمشي مثلا انت البنكه تقضي غرض راسك،
تمشي مثلا سوبر ماركت، تمشي هنا تمشي هنا، يعني اغلبيه ديال الحوايج اللي بساط كتقضيهم من راسك، فهمتي البلان؟ يعني كما قلنا الاخوان، المستضيف كيكون يعني بليزير منه. يعني بزاف ديال الاخوان وقع لهم مشاكل مع المستضيف، يعني اما جا هنا ما دار معاه والو، يا اما جا جلس ولكن ما يعني هو ما عندوش مع لونغلي، يعني كيلقى صعوبات انه يقضي الاغراض ديالو. سؤال اخوان، هادشي اللي كاين، المهم هاد الفيديو فقط وضحنا فيه النقطة الأولى ديال يعني بعض المغالطات على أن أمريكان ما فيهم يدار، وأن بزاف كيقول لك راه ما كاين ما يدار بحال المغرب بحال أمريكان بحال أوروبا بحال كندا وديك بلا 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 بلا. القضية ديال المستضيف الخوت حتى هي شرحناها قبل ما تجي المستضيف، حاول تعلم اللغة. جيتي هنا يعني المستضيف ما دار معك والو، تهي حاول تعلم اللغة، على الأقل تكون عندك لا باز ديال اللغة الإنجليزية باش تقدر تواصل. إلا مشيتي لأي إدارة ولا مشيتي لأي بلاصة تقدر أنك تواصل مع الناس بطريقة يعني ما تلقاش بزاف ديال المشاكل. هادشي اللي كاين الخوت. المهم هذا فيديو توضيحي فقط، يعني باش نشرحوا فيه هاد الأمور هادي اللي مهم ومهمة بزاف. بزاف ديال الناس يعني كيتلفوا، كل واحد شنو كيقول، يعني كتلف ما كتبقاش عارف البلان كيفاش داير. هذا الشيء اللي كاين، انا ديما كنحاول نعطيكم صراحه حاجه كما هي، ما كنزوقش والله ما كنزوق، يعني الحاجه كما هي كنعطيها لكم. بيضه بيضه كحلك حلا، ما كاينش داك النفاق وداك لغه الخشب، ولا نبقى نطلق عليكم لا هنا، كنقول لكم الواقع كيفاش داير. كتشوفوا معايا الفيديوهات ديالي في الديليفري، راه كتشوفوا داك الشيء بعينيكم، راه ما كاين لا كذوب، لا نقول لك لا راه كندخلوا 400 دولار في الساعه، ولا نقول لك راه القضيه مكحطه. نعطيك داك الشيء كما هو، شحال ممكن تدخل، شحال ممكن تسيفي، شحال ممكن تخسر. هذا الشيء اللي كان الخوت. يلا نتمنى الفيديو يعجبكم، بيس ليكم كاملين، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.